متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهزنا اليوم موديل مختلف عن الموديلات اللي عرضت لكم سابقا. هذا الموديل 6 باب، طابق اول انجارة عراقية ضمن وجبة الدرجة الاقتصادية. يتكون الموديل من 10 قطع كنتور. هذا الموديل يتكون من 6 ابواب. مثل ما تلاحظون ميز المرات يكون بهذا الفصال وبهذا التصميم، انجارة عراقية، لكن انجارة عراقية ضمن الدرجة الاقتصادية. احنا عندنا 4 فئات بالعمل. موظف العمل ان شاء الله يشرح لحضرتكم من يتم حجز هذا التصميم. هذا التصميم خاص بينا شخصيا، احنا شركة الديار للآثاث المنزلية غير مسؤولين اذا اجى الحجز او وصل الحجز للمندوب غير تابع لشركة الديار، لانه كثير من الشركات حاولوا يستخدمون اسمنا لغاية الحجوزات. ارتفاع الكنتور بهذا التصميم يكون 2.10 متر، اما عرض الكنتور يكون 3.10 متر. يكون بهذا الفصال جميع النقوش اللي دارت تكون نقوش سي ان سي. بالنسبة لابواب الاطراف تكون تحفير مكان سي ان سي يدوي بهذه الطريقة. هذا الموديل تحسه تحف من اثاث شركة الديار للاثاث المنزلي. سعر الموديل يكون 1,050,000 فقط. السعر يكون مناسب ضمن الدرجات الاقتصادية. يكون بهذا التصميم وشو كنتور ام دي اف داخل الموديل، يكون زبرة صناعي بالصاج. التقطيع الداخلي للكنتور، الباب الاول يحتوي على رف واحد فقط، نظام قفايص تفتح الشد مسيطر، ما تواجه اي اشكالات. النرمادة تكون نرمادة شريطية على طول، باب افضل نرمادة عملية. قاعدة الكنتور تكون بلوك، سقف الموديل يكون البلوك. بالنسبة للأبواب الوسط تحتوي على تعلاقة ملابس، تعلاقة ملابس هذا الباب يحتوي على رف واحد فقط. ظهر الموديل يكون ضب براغي. زاوية هذا التصميم تكون باب دوار بهذا الشكل. سرباية هذا الموديل تكون من راس على راس ناس، إضافة إلى كومودين. نظام عمل الكومودات يكون نظام مفصول عن راس السرير. كل كومودي يحتوي على مجر، إضافة إلى خانة. دوشمة هذا الموديل تكون الدوشمة شامو. هذا الموديل تحسه كلاسيك أكثر موديلات جمالية، صنع بأيادي عراقية. بالنسبة لميز الجزامة يحتوي على دبل باب. ميز المرات يحتوي على مجرين، إضافة إلى خانتين يكون بهذا الفصال. متابعينا الكرام، سعر هذا التصميم يكون 1,050,000 فقط، شامل خدمة الشد والنقل داخل بغداد. خدمة الشد للمحافظات تكون مجانا، أما التوصيل يكون حسب البعد. تحياتنا لحضرتكم شركة الديار للآثاث المنزلي. للحجز والاستفسار مراسلة الصفحة